السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة تعلم لتحترف لما كنت في الوطن العربي الكبير، رحب بك في هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم بإذن الله تعالى سوف أقدم لك من خلاله قائمة من أفضل المواقع للعمل والربح من تقديم الخدمات المصغرة. لكن قبل ذلك أود أن ننبه لخطورة بعض المواقع التي لا زال الكثير من الإخوة للأسف يضيعون أوقاتهم فيها بحجة أنهم لا يتقنون أي خدمة. فأي شخص الآن يشتغل على مواقع البيتيسي التي تشاهدونها الآن وتخبره على أنه فقط يضيع وقته من أجل بعض السنتات أو بعض الدولارات على فترات طويلة، فيخبرك ببساطة أنه لا يتقن أي خدمة. بالله عليك، أنت الآن تضيع شهرين أو ثلاث أشهر أمام هذه المواقع من أجل دولارين أو ثلاث دولارات وتقول لي ليس لدي الوقت أو لا أتقن خدمة لكي أربح من خلالها. هل شهرين أو ثلاث أشهر غير كافية بالنسبة إليك لتعلم مجال معين؟ إذا قلت لي لا، فقم بإغلاق هذا الفيديو وابحث في مكان آخر، لأنه مستحيل أن تخصص من وقتك ساعتين فقط في اليوم من أجل تعلم مجال كيف ما كان، سواء برمجة أو تصميم أو أي مجال، وبطبيعة الحال بعد مرور شهرين وتقول لي لا لم أتعلم بعد، لأنه مستحيل. فقط خصص من وقتك ساعة أو ساعتين في اليوم، ستكون كافية جدا لتعلم أي مجال تريده. لذلك أتمنى منك من اليوم أن لا تضيع أوقاتك من أجل دولارين أو ثلاث دولارات في مدة طويلة جدا. فمن الأفضل بكثير أن تتعلم أي مجال كيفما كان، فهذه المواقع من اليوم قم بإغلاقها وابدأ في تعلم أي مجال يمكنك من خلاله تقديم خدمات على مختلف المواقع التي سوف أقدمها لك اليوم من خلال هذا الفيديو. أبدأ أولا بموقع فايفر وكذلك موقع خمسات. لماذا؟ لأنهما موقعين بسيطين وسهلين في الاستخدام، ويمكن لأي مبتدئ كيفما كان مستوى أن يبدأ في تقديم خدماته الخاصة في هذا الموقع. كما ستشاهد هنا، فبإمكانك تقديم خدمات في إنشاء الشعارات، ممكن أن تقوم بإنشاء فيديوهات، ممكن أن تقوم بالترجمة، التسويق، إنشاء فيديوهات، موسيقى، أي شيء يمكنك أن تقدمه هنا أو أي خدمة كيفما كانت بمقابل مادي. الأمر نفسه ينطبق على الموقع الموالي وهو موقع خمسات بطبيعة الحال، وهو ما يميزه أنه باللغة العربية. حتى إن لم تكن تتقن اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، فبإمكانك تقديم الخدمات وبمبالغ محترمة بفضل هذا الموقع كذلك. الأمر نفسه ينطبق على الموقع الموالي، غير أنه موقع يحتاج منك إلى خبرة جيدة في مجال التصميم أو في البرمجة إلى غير ذلك. يعني هنا تجد أعمال أكثر احترافية، وبالتالي فمن المفروض عليك أن يعني تقوم بإدخال أعمال محترمة لكي تحصل على مبيعات وأرباح مميزة بطبيعة الحال. نفس الشيء بالنسبة للموقع الموالي كذلك. طبعا جميع الروابط سوف تجدها أسفل الفيديو. فهنا أيضا بإمكانك تقديم أي خدمة تعلمتها بطبيعة الحال، سواء في برمجة التطبيقات أو المواقع أو التصميم أو كذلك يعني التسويق، يعني أي شيء ممكن أن تقدم من خلاله خدماتك هنا وبمبالغ محترمة. هنا كذلك نفس الشيء بالنسبة للموقع الموالي، فبإمكانك أيضا أن تقدم من خلاله خدماتك بمبالغ محترمة بطبيعة الحال، فقط بالدخول إلى القسم الخاص بالفريلانسر وتقوم بملء معلوماتك الخاصة، وبطبيعة الحال سوف تحصل على مجموعة من العروض الخاصة في هذا الموقع. نفس الشيء بالنسبة لموقع freelancer.com، كذلك من المواقع المعروفة والمميزة في هذا المجال. وبالتالي إذا ما كنت يعني لديك خبرة جيدة في مجال التصميم، فهذه المواقع أنسب بطبيعة الحال بالنسبة إليك لكي تحصل على مقابل مادي محترم. نفس الشيء بالنسبة للموقع الموالي، والذي أيضا بإمكانك من خلاله تقديم الخدمات بطبيعة الحال في جميع المجالات كيفما كانت، كما ستشاهد هنا. طبعا يمكنك التسجيل في الموقع
بطبيعة الحال من هنا، وأن تسجل كأنك تبحث عن عمل، وستحصل على الكثير الكثير من العروض بطبيعة الحال. لكن كما قلت، بالنسبة للمبتدئ، يعني إن كنت مبتدئ لأول مرة، ابدأ بخمسة وفايفر، وبعدها مر للمواقع الأخرى لما تجد على أنك أصبحت تتقن العمل جيدا، ولديك خدمة ممتازة تستحق عليها مبالغ أكبر. إذن أعتقد أن هذا كل ما يخص حلقة اليوم. أتمنى من الجميع يعني أنه يحاول أن يقدم خدمات على الإنترنت بمقابل مادي، لأنه لا يوجد ربح سريع أو ربح سهل في الإنترنت. لابد أن تتقن مجال معين من أجل أن تحصل على مقابل في ذلك المجال. إذن هذا كل ما يخص حلقة اليوم. أتمنى أن تكون هذه المواقع قد أفادتك، وإن كان الأمر كذلك لا تبخل علي بالنقر على زر لايك للفيديو، وإذا إن كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الضغط على زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس. شكرا لك وإلى اللقاء.